بالرغم أنه الفن يأتي في المقام الأول في سلسلة اهتماماتهم، إلا أنه بعض المشاهير هوايات أخرى لافتة للنظر، تعالوا نتعرف عليها. مايك تايسون وتربية الحمام. بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة مايك تايسون، بعيداً عن حلبات الملاكمة، يمتلك قلباً رقيقاً يدفعه للاهتمام بطيور الحمام، حيث يعمل على تربية العديد منها، وهو مهووس بسباق ملكة جمال الحمام في كاليفورنيا، واعتاد على حضورها كل عام. براد بيت وليوناردو دي كابريو يهويان صناعة الأواني الفخارية. يملك نجم هوليود هواية مشتركة، وهي صنع الأواني الفخارية، وأمضى النجمان وقت طويل في ممارسة هوايتهم، حيث يملك براد استوديو خاص للنحت في منزله، ويحب ليوناردو زيارته والعمل معه على الفخار. أنجلينا جولي جامعة السكاكين. بعض الناس بيحبوا جمع الطوابع أو العملات، لكن أنجلينا جولي لديها هواية غريبة، وهي جمع السكاكين. وتضم مجموعة أنجلينا جولي اليوم عدد كبير من السكاكين، وتقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات. تايلر سويفت وصناعة كرات الثلج التذكارية. تملك تايلر سويفت هواية غريبة بعض الشيء، حيث تحب صناعة كرات الثلج، ومن ثم تقديمها لأصدقائها وعائلتها. باريس هيلتون صيد الضفادع. عرفت برقتها وأناقتها الشديدة، ورغم هذا فباريس هيلتون تحب اصطياد الضفادع ومطاردتها أثناء قفزها حول مزرعتها في كاليفورنيا ونيفادا. نيكولاس كيدج يحب جمع قصص الكوميكس. أما النجم نيكولاس فعرف بولعه بروايات وقصص الكوميكس، وهي روايات مصورة تروي قصص أبطال الخيال ومغامرتهم، حيث أنه أنفق 150 ألف دولار لشراء أول عدد من قصة سوبرمان الشهيرة من 20 سنة. أحمد حلمي والرسم بالقهوة واقتناء الدراجات النارية. أما أحمد حلمي فعرف عنه اهتمامه بالرسم، وما بيكتفي حلمي بالرسم بالألوان والأقلام التقليدية فقط، بل يحب الرسم بمواد غريبة من بينها القهوة. كما يحب حلمي أيضاً اقتناء الدراجات النارية، ويملك مجموعة كبيرة منها في مرآبه. نسرين طافش ورفع الأثقال. أما النجمة الرقيقة نسرين طافش، فهل تصدقون أن هوايتها المفضلة هي ممارسة رفع الأثقال؟ توم هانكس والآلات الكاتبة. فاجأ توم هانكس الجميع بإعلان صدور كتاب القصص النمط غير شائع، واللي كشف فيه عن موهبته الأدبية المخبأة. ولا عجب أنه ترتبط هواية توم هانكس بالكتابة، فهو يجمع العديد من الآلات الكاتبة النادرة، واللي بيزيد عددها على 50 آلة كاتبة، ويخصص لها غرفة كبيرة واسعة في منزله.